السلام عليكم، معكم كابتن رامي. كثير ناس بيسألوني ليش يا رامي انت دائما مصر انك دائما تعمل دعاية للمنتج هذا اسمه بتاع الشيك اوف بتاع تنظيف القولون. بسبب بكل بساطة الوقاية خير من العلاج. هذا منتج انا جربته، انه عندي قولون وعندي مشاكل وعندي غازات وعندي مساك وعندي حاجات كثيرة، يعني حاجات مزمنة تمام، وفي حاجات وراثية وفي حاجات بسبب نمط الاكل او حساسية من بعض الاكلات. هذا منتج ساعدني كثير كثير كثير، ارتاح من كثير مشاكل صحية، من الغازات تمام، من الامساك كمان، الاكلات الفضاءات بتكون مترسبة. فكثير انا يعني بروج للمنتج هذا. كمان تركيبته متوازية، عبارة عن الياف، نشا، شوفان، نخالي، كركديه، فيش فيه مواد حافظة تماما. ليش؟ لان انا عندي انا التركيب، يعني ورقة التركيب اللي هي الاساسية، لانه انا رخصت المنتج هذا في الاردن، فبعرف التركيبات، تركيبة المنتج هذا بالتفصيل، فما في لا مواد حافظة ولا اي مواد مضرة. فانا دائما بستخدم المنتج هذا وبزكيه تماما. كمان لانه انا عشان انا استفدت، فكل الناس بنصحهم انهم يستخدموه ويرتاحوا ويستفيدوا عليه زي ما انا استفدت، وعشرات الالاف حول العالم استفادوا. فبنحط الكيس بالطريقة هذه تمام، في كوباية المي هذه تمام، ريحته طيبة زي البسكوت. نسكره بالطريقة هذه، بنخضه تمام، ننضف نص دقيقة عشان الياف تدوب، لانه في المعلقة مش رح تدوب الياف، هاي ما بتدوب في المي، فلازم تنخض بالطريقة هذه تمام. بعدين تنشرب، طبعا مي باردة تكون، مش او يعني مايلة للبرودة. بعدين نشرب فورا، بسم الله. تمام، ببدا مفعول، بعمل زي سفنجه في البطن، بمشي في البطن، بنهضم، فبمتص الغازات البكتيريا الفضلات المترسبه في جدار الامعاء تمام. ما بعمل اسهال، فخلال 7-8 ساعات واحد بروح دوره المياه كذا مره، اساس اخراج طبيعي، بس رح طلع كميه فضلات.